السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ ياسر، est-ce qu'on peut prendre le Cheikh Haitham Ben Sahan avec la fatwa que vous avez donnée avant? Je réponds en arabe ou en français? Ah bon, arabe français comme ça, les deux. Arabe français. Non, je réponds en arabe et tu fais la traduction. Je te fais confiance. Ouais, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasouli wa man wala. Le kalam alladhi kunt أو سجل عني في حق هيثم سرحان هذا كان قديما لما كان الرجل فيما يبدو لنا كان على الجادة ومجتهدا في المتون العلمية وتحفيظ الشباب لها، ثم لما ظهرت منه تلك المخالفات والانحرافات ونصح فيها ولم يرجع عنها، كان لزاما علينا أن ننصح إخواننا وأن نحذرهم من هذا الرجل ومن منهجه السيء، فهو يدافع عن المميعة ويناصر جماعة الرحيلي والحلبي، بل ويدافع حتى على الحزبيين كما بلغني عن بعض الثقات، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل.